السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه Black Forest Labs أطلق حاجة خاصة بتحويل برومت لصور اسمه فلوكس، وخلينا نجربه. زي ما شافوا عمل صور رائعة جدا تتميز بدقة التفاصيل. يعني تخيل الحشرات عمالة تشرب قهوة وحاجات زي كده أو شاي. طيب خلينا نقول له عايزين ندخل. فبيقول لك إن هو عنده 3 إصدارات، تمام، تقدر ان انت تستخدمه. ده تستخدمه من خلال الـ API، فمحتاجة مبرمج. ممكن تستخدمه من خلال المواقع اللي موجودة، يعني ممكن تستخدمه من خلال ريبليكيت او من خلال فول او من خلال مايستيك. ممكن تجرب ده، ممكن تجربه من خلال الهاجينج فيس، وعندنا دوت برضو تقريبا نفس الحاجات. طيب خلينا نيجي هنا، فبيوريك بقى الموديل ازاي ان هو بيحول برومت لصور، وبيقول لك من تقدر تجربه من خلال اي موقع من المواقع ديت. هو مديك امكانية ان انت تستطبع على الجهاز بتاعك او السيرفر بتاعك، وممكن تعمل موقع معتمد على تحويل البرومت لصور، ومش هتقعد تبرمج كتير. انت مجرد بس هتربط بيه هنا البلاي، هنا تكتب بقى البرومت اللي انت عايزه. وهتحدد الخصائص بتاعته، السكيل مثلا، الهاي، الماكس سيكونس لينس. طيب خلينا يو نيد تو ساين اب، بيقول لي اعمل ساين اب الاول. فهنا هو مصر ان انا يعني ادخل حساب قبل ما استخدم. طيب خلينا نيجي على الموقع دوت مثلا، وهقول له ان انا عايز اعمل حاجة معينة، وليكن مثلا ايجيبتيان بوي بيهايند بيراميدز، ونشوف هيفهمها ازاي. هقول له رن، يبقى الريبليكيت وافق الحمد لله وشغل بدون مشاكل. في ثواني ليه عمل لي الصورة بالشكل ده. تقدر تتحكم طبعا في نسبة طول العرض. طيب تعالى ندخل على موقع تاني برضو بيستخدم فلوكس، هدي له البرومت واقول له ران، ونستنى ثواني. هو بيقول لي الريكوست بتاعك هيكلفك 0.025، تمام. هو مديك 1 دولار مجاني، لكن بعد 40 مرة هتضطر ان انت تدفع فلوس عشان تقدر انت تستخدمه كتير، تمام. دي الصورة اللي جابها لي. فممكن بقى تجرب تغير البرومت، لكن هي الصورة بتاعتها دقة عالية جدا. لو عملت لها شير او اوبن هتطلع بشكل حلو، زي ما انت شايف فيه تفاصيل حلوة. فموقع هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. لو في موقع حلو تاني عجبكم ياريت تكتبولنا في التعليقات.